استاذ ابراهيم، بعد ما شفنا استاذ حسام دياب وانت رديت عليه، في واحد من تلامذتك، تلامذه استاذ ابراهيم حجازي، عاوز يقول لك كلمه وترد عليه. اتفضل يا سمير. استاذ ابراهيم حجازي استاذي اللي علمني يعني حاجات كثيره جدا، ومش انا لوحدي، وعلم جيل واجيال اتعلمت منه حاجات كثيره جدا، ولا يمكن نسيانه او نسيان فضله علينا كلنا. استاذ ابراهيم حجازي ممكن الكلام عنه في اكثر من مجال وباكثر من معنى، يعني كصحفي ورئيس تحرير وانسان مبتكر. ففي الصحافة مشوار الأستاذ إبراهيم حجازي ممكن يبقى ناس كتيرة عارفاه أو متابعاه أو قرأت عنه أو سمعته، لكن أنا عايز أتكلم على إبراهيم حجازي الذي لا يعرفه أحد. إبراهيم حجازي مثلا على سبيل المثال هو ابتكر الملعب السكواش الإزاز. قبليه كان العالم بيعتمد على ملعب السكواش من البلاستيك ويتفك ويتركب 3 أو 4 بطولات وبعدين يترمي. لما جه ابراهيم حجازي ينظم بطوله الاهرام او بطوله العالم للسكواش قدام الاهرام، ففكر انه يجيب الازاز ويعمل ملعب من الازاز، وجاب مهندسين وقعد معاهم ايام طويله جدا انا كنت شاهد عليها، وابتكر انه يعمل ملعب ازاز، وده الفكره اللي خدها العالم كله من ابراهيم حجازي بعد كده، وما بقاش في ملعب بلاستيك بقى في ملعب ازاز. بمناسبه بطوله الاهرام، ابراهيم حجازي لما فكر يعمل بطولة العالم للسكواش عملها قدام الهرم، وكانت بطولة ناجحة جدا لدرجة ان جورنال الجارديان البريطاني خد صورة البطولة وملعب قدام الاهرام صفحة كاملة، الصفحة الاولى للجارديان، وقالوا انه ده بيحصل في مصر لاول مرة. قبل ابراهيم حجازي كان في صحافة رياضية، بس بعد ابراهيم حجازي الصحافة اختلفت. قبلها كنا بنتكلم عن الكورة وعن اللاعبين، يعني كابتن مصطفى عبده على سبيل المثال قبل الاهرام الرياضي وقبل ابراهيم حجازي كان لاعب كوره، كان هو والخطيب واكرامي وكابتن صفوت عبد الحليم طبعا مع الاحتفاظ بالالقاب للجميع، يعني كنا بنتابعهم باهدافهم بمبارياتهم بمشاركاتهم، مين لاعب كويس مين. ابراهيم حجازي عمل انسانيه كره القدم، فبقينا بنشوف مصطفى عبده ابو البنات الانسان، بنشوف الخطيب، بنشوف الناس دي عايشه ازاي. ابراهيم حجازي عمره ما استمد قيمته او اهميته من انه رئيس تحرير، لانه ده هو ساب رئيس التحرير دي من زمان، بس فضل ابراهيم حجازي. في ناس تانيه مجرد انها ما بتقوم من على الكرسي ما بتبقاش بنفس مكانتها او بنفس قيمتها، لكن ابراهيم حجازي علمنا انه الانسان او الصحفي على الاقل بكلامه هو مش بمناصبه ولا بالضوضاء والاضواء اللي حواليه. فانا بشكره مره تانية وبقول له ربنا يخليك لينا، احنا كلنا اولادك وكلنا اتعلمنا منك وكلنا حبيناك، حتى اللي كانوا مختلفين معاك بعد ما سبت منصبك عرفوا قيمتك. تعليقك على تلميذك، تلميذك النجيل. والله انتوا عايز اقول لياسر بس ان انا ما فيش لا استاذ ولا تلميذ. الحقيقه احنا كلنا المجموعه، النجاح اللي تم في الاهرام الرياضي النجاح تم عشان احنا كنا اسره، كله بيحب بعض، كلنا يعني كانت الشعار اللي بينا، اذا كنت انا علمتهم قراط هم علموني 24 قراط. ده تواضع بقى ولا ايه؟ لا لا والله صدقني يا كابتن. لا صدق طبعا الانسان بيتعلم. انا عايز اقول انا محظوظ ان انا اشتغلت مع المجموعه دي، محظوظ جدا لان كل واحد منهم موهوب في حاجه. نعم. ياسر ده واحد يعني ايه تالنت جدا، موهوب جدا.